بلاد المسلمين تيقالوا هاي ستو إن الحرية إن لو دقال ومن الجهاد في سبيل الله. من تكون من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وذات حمى وحكفها من مسألة خلدن لتحرير بلاد المسلمين فقط إن النية ستو ومن الجهاد في سبيل الله. جبد حورين تا قبل هبل هذي اللي هذا ومن الجهاد في سبيل الله. أو شاينة فانتان معي إلي تحرير بلاد المسلمين ومعي ومن الها ومن المقاصد الشرعية إلى يحلو ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إيه والمستضعف محلوك القاضي والعفو يقتضي أصلا التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه إلهي واسكو قبطي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وفي سبيل المستضعفين بلد مسلمين كلا قبصدين لقوا ميزيا يا مستضعفين نقضة مسلمين تكون ولا شرع نور بن ويدن رحمة الله تعالى عليه 98 كي هون نقول يا الصوماليات بوحي قدك على اللمان قبل هبل حرين تيسا قاران مكبحين كرا مكقيب قادان كرا واحد جهاد ما يهم يسمى ويا هاي بولي اقون در قله الفقه بين هيس الفون نو قاد انا وهابي اسوالين